مشاهدينا الاوفياء، اللقاء يتجدد بكم اليوم والموجز الاخباري الاسبوعي الخاص بنادي الرجاء. انهزم فريق الرجاء الرياضي في ذهاب الدور الثاني من عصبه الابطال افريقيا من فريق حوريا كوناكري بالعاصمه الغينيا بهدف لصفر. وكالعاده التحكيم الافريقي كان سبب رئيسي في هزيمه النصور كما جاء على لسان بعثه الفريق. احنا الحمد لله فريق رجاء البيضاوي ما عمره كانت يتخبى وراء هاد العوامل هذه، لا الطقس لا التحكيم لا. فاحنا اخذنا المباراه بجديه، كنا كنعرفوا فريق الخصم انه فريق اللي كيمتاز، يعني عنده مهاجمين ممتازين كمثال كواسي لاعب اللي كنحترف بتونس، عندهم يعني لاعبين في الاطراف ولاعب رقم 11 اللي ممتازين كثير وكيعتمدوا على اللاعب يعني اللاعب مباشر. فلهذا يعني درنا واحد يعني المجموعه كامله دخلات، فدخلنا في المباراه سي فران ليكيب الفريق الخصم كان منظم، فريق كان ضاغط لانه شيء طبيعي لانه كيلعب ضد فريق اللي هو يعني فريق كبير فريق رجاء البيضاوي. فكانوا متحكمين في المباراه، واللي زاد ساعد على هذا الشيء هو الحكم. كنظن ان الحكم معروف على الصعيد العالمي، حكم اللي حكم الجزائر وبوركينا فاسو، كنظن كانت عنده شويه النصيب في هذا لا هو الحكم ديال الشرط، لانه كان تيهرس لنا الهجمات ديالنا، لانه اعلن على تسلل في جوج ديال المرات او ثلاثه اللي كان ديال بورزوق اللي ما كانش يعني لا صحه له في هذا القرار. كنظن لو كان خلى لنا هاد المسائل كنا غادي نسجلوا هدف وكان اللاعبين يكونوا بارتياح. لكن كنظن انه نتيجه ديال هدف لصفر في حد ذاتها ضد فريق من حجم حوريه كوناكري فهي نتيجه جيده في ظل ديك الظروف اللي جرانا في المباراه. فيعني الكل واعي بانه نتيجه لازم ما نستهنوش بالخصم في اللقاء ديال العوده، لان ان شاء الله بمدينه الدار البيضاء اللي كنطالبوا هو الجماهير الرجاويه تحجز بكثره، لان في الفريق في حاجه ماسه يعني المسانده ديالها باش نحققوا النتيجه ديال التاهل ان شاء الله. ولما لا، لان الدور الموالي اللي كيتسنانا اللي غيكون صعيب بزاف. صادف تسجيل هذا العدد زيارة الدولي المغربي السابق وابن الرجاء نبيل مسلوب لزملاء على أمس، والهدف من الزيارة رفع معنويات اللاعبين قبل مقابلة السبت. استغلينا تواجد نبيل مسلوب وأخذنا التصريح التالي، نتابع. فيعني أول شيء تنشكر يعني رجاء تي في على هذه الاستضافة. فبالنسبة للزيارة ديالي يعني هذا البيت ديالي والموطن ديالي، يعني في أي وقت في أي ساعة يعني يمكن لي نجي ليه. فيعني زيارة ديال فريق رجاء النادي ديال الرجاء البيضاوي يعني زيارة تثلج الصدر، ويعني ترجعك للحنين الماضي وتتفكر الحوايج اللي دازوا زوينين في يعني في هاد القلعة هذه. فيعني بالنسبة لهاد الزيارة يعني زيارة يعني شخصية، نجيو نشوفوا يعني الأصدقاء يعني الإداريين. فيعني كما قلت يعني هاد المناسبة كاين الدور الإياب ديال كأس عصبة الأبطال، فيعني تنتمنى واحد جيد لفريق رجاء البيضاوي، نتمنى من الله أنه يدوز للكاليفيكاسيون. فيعني الحمد لله يعني ملي تجي لهنا تتلقى يعني استقبال بالحفاوة، ويعني استقبال يعني كرم الضيافة اللي معودين عليه الأسرة الرجاوية. فيعني الحمد لله أنني متواجد هنا إن شاء الله. نبيل، يعني لعبتي عصبة الأبطال في العديد من المرات رفقة الرجاء، هل تعتقد أن للرجاء مقومات بطل هذا النسخة وهذا الموسم؟ يعني بطبيعه الحال يعني فريق رجاء البيضاوي يعني معروف عليه انه تيلعب ادوار طلائعيه في تشامبيونز ليغ، فيعني ما مسموحش لفريق رجاء البيضاوي انه تيلعب شي ادوار اخرى. فيعني فريق رجاء البيضاوي لابس ثوب البطل، يعني كما شفت يعني عصبه الابطال دابا ما بقاتش محتكره على الفرق اللي يعني تديوها ديما، الاهلي الزمالك يعني فرق تونسيه. ففريق رجاء البيضاوي دائما كان تيصارع الكبار وكان هو من الكبار. فاظن ان النتيجه ديال 1-0 يعني ممكن التجاوز ديالها، يعني نتيجه ايجابيه في ظل الظروف اللي تتكون في افريقيا. فيعني نتمنى حد سعيد السبت المقبل ان شاء الله. نفتح مشاهدينا صفحه اخبار الاسبوع ونستهلها بالاجتماع الذي عقده السيد محمد بودريقه رئيس النادي مع اللاعبين وايضا الطاقم التقني، لحث الجميع على بذل مجهودات اكبر للظهور بكاس العالم للانديه للمره الثانيه، سواء عبر بوابه عصبه الابطال الافريقيه او البطوله الاحترافيه. اعلنت اللجنه التنظيميه التابعه لنادي الرجاء الرياضي والخاصه بمباراه العوده في الدوره الثانيه من عصبه الابطال الافريقيه يوم السبت امام فريق حوريه كوناكري عن طرح تذاكر خاصه بهذه المباراه في نقط البيع المعتاده، وحددت أثمنتها في 30 و 60 و 100 درهم للمنصة الشرفية.
إذا مشاهدينا، كما يعلم الجميع اللقاء المقبل سيأخذ النصر إلى مركب محمد الخامس وإياب الدورة الثاني من عصبة الأبطال الإفريقية أمام فريق حوريا كوناكري، والهدف تحقيق التأهل من قلب البيضة. فكيف هي الاستعدادات؟ فتنظن أن الاستعدادات فهي عادية، فجرينا شوط أول في غينيا كما شفتوا، فالنتيجة ما كانتش منصفة، خصوصا أن الحكم فوت غدا على عدة فرص كان ساعي حتى التسجيل. فان شاء الله الشوط الثاني غنلعبوا في البلد ديالنا وبالمعلب ديالنا امام الجماهير ديالنا، فان شاء الله فاحنا عازمين كل عزم ان شاء الله غادي نحقوا واحد النتيجه اللي تكون مرضيه للجماهير ديالنا، وان شاء الله نفوزوا بهذه المقابله ونتاهلوا للدور المقبل، لان بين الاهداف المسطره السنه ان شاء الله فهو الفوز ان شاء الله بهذه الكاس الغاليه، واللي ان شاء الله اللي غادي غنحقوا ان شاء الله هذا المبتغى لفريق الرجاء البيضاء. فتنظن ان هذه تقريبا واحد 15 سنه ما فازش بهذه الكاس هذه، وان شاء الله عندنا من المؤهلات اننا ان شاء الله نمشيو ابعد نقطه في هذا الكاس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله عندنا مقابله يوم السبت ضد حوريا كوناكري اللي ما غتكونش مقابله سهله، اللاعبين كاملين واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم. في الشوط الاول اللي انهزمنا بواحد الصفر، عندنا مقابله هنا في مدينه الدار البيضاء اللي ان شاء الله غنستعدوا ليها. ان شاء الله كنتمنى باش الجمهور يحضر بكثره ويجي يساندنا، حنا عارفين بان الجمهور ما كيبخلش علينا بالتشجيعات ديالو، ولكن هذه المقابله هادي يجي يشجعنا من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه، وحنا ان شاء الله ما علينا الا نقوموا باللي علينا وغنديروا واحد المجهود كبير ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابله. وعندنا امكانيات، حنا ما كننقصوش من الخصم، حنا ان شاء الله تيقين في الامكانيات ديالنا، ماشي ما تيقينش ثقه زايده. ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابله هذه اللي باش ان شاء الله باش تخول لنا التاهل ان شاء الله للدور الموالي. مؤكد يعني مقابلة الذهاب انتهت بواحد 0 والظروف كانت معناتها صعبة بالنسبة لنا، على كل نعتبره كان النتيجة نفس إيجابية، ما كانش كنا نفضلوا باش تكون النتيجة أفضل وأحسن، لكن هذاك اللي حصل. مقابلة الإياب باش تكون غير، يعني باش نهاجموا بكل قوانا، باش نعملوا الضغط عالي، باش نفكوا كورة، وإن شاء الله نعملوا كما عملنا مباراة سيراليوني ونسجلوا أكثر من يمكن من الأهداف، لأن تقول لي نسجلوا من الاول او من بعد هذا مش مشكل، معناتها اهم شيء بالنسبه لنا نخرجوا بنتيجه اللي تخلينا نتاهلوا للمرحله القادمه. اذا مشاهدينا، الوجهه واحده يوم السبت في الساعه 7 مساء مركب محمد الخامس، للاشراف اللقاء منقول على القناه الثانيه، لكن ننتظر دعم جماهيري كبير لتحقيق المراد الا وهو التاهل للدور الموالي من عصبه الابطال الافريقيه، الكاس التي ينتظرها كل الرجويون بشغف. هذه تحيات فريق العمل، الى اللقاء.